السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أمينة تورونتو. اليوم إن شاء الله جينا باش غندير معكم السمن اللي بزاف ديال البنات قالوا لي عليه. المهم غادي نمشيو باش غنوريكم المقادير بلا ما نكثر عليكم ومبارك عواشركم. يلا المهم ماما دابا غادي تورينا المقادير ديال السمن ديالنا. هادي الزبدة بلدية. أوكي كما قلت لكم البنات ديال تورونتو ديال كندا بصفه عامه راه لا بلاص قلت لكم هاد الزبده البلديه نورمالمون راه تدار 96 يعني 7 دولار وراه حاليا راه ناقصين منها واحد النسبه كبيره من الناس اللي باغيين يمشيو يشريوها راه عليها المخاطفه الصراحه رحلينا حتى تلقات. المهم هي الزبده كما قلت لكم راه خلاتها ماما قالت لكم حتى تلقات مزيان. يا لالا الزبده الاولى هذه راه فيها نص كيلو المهم كيلو ونص اللي غادي دير ماما ان شاء الله تيكون هاد السمن على مزيناتها تيجي حار ندير فيه الزعتر ديال الجبل والزعتر عندنا تيسميه واحد السميه غريبه بلا ما نقولها الناس ديال الاطلس ديال الاطلس المتوسط هما اللي غادي فاش غيسمعوا الزعتر وغنقول هاد الهضره هادي سميه غريبه غادي هما اللي غادي يفهموا. المهم بلا ما نقولها باش الناس ما يمشيش عقلهم شويه بعيد هادي ما عارفش مرا اي ما عارفش راه هادي السميه اللي تيقولوا ليه صحاب اغلبيه صحاب الجبل لحقاش هاد الزعتر هادي الجبل فيه الريحه مجهده بزاف كان جابته ماما من المغرب وبقينا تنقتصدوا عليه شويه بشويه كنحاولوا نخليو عير الحوايج اللي ضروريين بحال هكا السمن شي حاجه هكايا شي واحد راه كرشو ولا تنخليوه ليا في نفس الوقت هذاك الاخر ديال هنايا راه تنديروا للطياب زعما راه حنا حاذقين واش ما حاذقينش هادي ويلي حاذقين ملي تنصوبوا السمن وما مشيناش شريناه منا ما حاذقينش بسم الله ما شاء الله. المهم بسم الله غادي تبدا الوالده خاصها تسمنوا تسد لك مزيان يا ولاد بحال الشمع الطباق خليتها عا في المطبخ خليتها عا في الحراره ديال المطبخ ها هي الطباق شتوها نتبصوا دايبه بسم الله. وبالنسبه للسمن السمن راه هو راه خلاص راه قديم هذا دابا في انفو يبقى عندكم واحد شويه ديال السمن تبقاو ديما ديروا هذه القضيه هذه يعني تزيدي تكثر عندكم السمن وهذيك الساعه ملي تيحرر هذا وتم ليكم غادي تهزي من هذا ملي تزيدي فيه غادي تزيدي عليه هاد السمن الاول هذا خلاص راه ما فيش الزعتر وواحد السيده اللي عطاتو لنا الله يكثر خيرها ايوا دابا حنا غادي نزيدو عليه الزعتر كما تتشوفوا اللي شداتو ماما شويه حكاتو شويه بيديها هذا الزعتر بلدي ديال الجبل حار زوين راه الريحه ديالو الصراحه الريحه ديالو تتشم من داك الشيء الرفيع مجهد زوين الوجع زوين كلش ولا الريحه ديالو مجهده الملحه هي الزبده هذه راه اصلا راه مالحه الا ما كانش الزبده مالحه راه تديروا الملحه بالدوبل نتوما تكثروا الملحه لحقاش عرفتوا السمره هي الملحه الا ما كانش الملحه راه ما كاين والو ياك قلت انا تنهضر في بلاصتك صاحبتي ديال باغا ديري السمن ديك الساعه ملي كينصبوا الواحد ملي تتنصبي تديري في الدجاجه وفي اللحام هو سميتو ما تكثريش الملحه ولا ما ديرهاش بصفه عامه كاع ما تكثريهاش ها هي دابا سميتو تنخلطو فيها خلط مزيان باش يدخل هذاك السمن الحار ايه لالا باش يدخل لالي لالي راه كنجد السمن من المغرب الساعة تم رجعت عاود تاني صايبته وصدق من داك الشيء الرفيع صدق حار راه يا شاركنا معاكم في القناة ولكن عرب واحد السيدة عاود طلباتنا المهم حنا بغينا نوريو لها الطريقة بالضبط باش ما تمشي بدا تقلب عاوتاني حقاش قديم شوية الفيديو وحنا دايرين وقلنا علاش لا ما صوروش تقولوا دارت الزعتر ودارت سميتو غادي يجي راه يجي بنين تيجي زوين شحال من شفتو السمن هو هذا السمن تيجي على مزيناتو تيجي حار وتيجي زوين تخليه المهم تسدي عليه وتخليه بغيتي يكون حار تيقطع راه تيطول
بغيتي يكون عاد شويه ديك 3 شهور 4 شهور كاع هذيك المره ما خليناش 3 شهور مع شهرين ورجع جينا لقيناها راه ولا سمن لحقاش دابا راه فيه السمن حار شتو ايه. الزعتر تيبان فيه ولا شي حاجه راه داك الزعتر تيموت مع داك السمن دير طاب وما تيبقاش واخا ديري واخا ديري في الدجاج واخا ديري في اللحم واخا ديري في اي حاجه تجي على الزينات شتو دابا غادي نديرو في القلوشه تاعتنا اوكي يلا نمشيو باش نجيب القلوشه ديالنا وغنديرو فيها هيا القلوشه تاعتنا القلوشه عندي راه جبتها من المغرب عامره بالسمن دوزتها في الطياره كحالت ليا ما غاديش تدوز ما غاديش تدوز في الطياره ومن عند سيدي ربي والنيه حتى واحد ما هضر ما ما قلت حتى ما شاف معايا حتى واحد ما شاف ما والو دوزت السمن دوزت الحمد لله هيا القلوشه اوكي دابا خلاص راه القلوشات كاينين هنايا بزاف ولا في اتباع غادي نشدها غادي اوكي نعمرها هنايا ها راه ديجا دارتها ولكن غادي تزيد تعمر تبقى نخشي فيها تتقاد مزيان تعمر مزيان اوكي المهم غادي ماما غادي تمشي باش غادي تعمر هادي مزيان مع تتخشيها وتتبقى تدك فيها مزيان باش باش يتجمع كامل وما تاخذش بزاف البلاصه ايوا صافي وغادي نرجعوا لكم ان شاء الله باش غادي نوري لكم باش غادي تسدها الطريقه ديال السدان ديالها المهم السمن ديالنا ما تعمرات غادي نغطيها دابا بهذا الالومنيوم اوكي غتغير عليه مزيان صافي وغادي تخليه غادي ننساوه واحد المده صافي. ديال صافي دابا باش نقضيو هذا عاد درناه باش يوجد ان شاء الله باش يتم هذاك ان شاء الله ونجبدو هذا لا بقينا حيين ان شاء الله ان شاء الله ايوا تنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم باش ما تمنيتو ان شاء الله بالصحيحه والرزاق والذريه الصالحه لكل واحد شي دعوه ديال الخير امام الناس تنطلب الله الله يدخل علينا هاد العواشر بالهنا ان شاء الله ورمضان ان شاء الله بالصحه والراحه وبهذا الوباء ان شاء الله يمشي وكل وحده تفك واحد يمشي عند حبابه واللي بغاو يجيو عندو ياك ماما ياك صافي بغيتي تهربي لا ما بغيتش نهرب بالعكس انا ولفتك ابنيتي ولفتيني انا ما طايره ليش زعما ولا قلقه ولا شي حاجه لا ولفت انايا ايوا هادشي هو والله يحفظكم في هاد العواشر ان شاء الله ويدخل عليكم رمضان ان شاء الله بالصحه والراحه ايوا السلام عليكم يلا بالسلامه عليكم ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله